فخامة الرئيس فلاديمير بوتين. الحضور الكرام، أود بداية أن أشكر فخامتكم على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدكم الصديق، وأن أعرف عن تقديرنا لما تضمنت أمانته كلمتكم من مشاعر ودية من دواعي سرورنا أن نكون في بلدكم الصديق، تأكيد على حرصنا اعتزال العلاقات العلاقات ترسيخها بين بلدينا وبين شعبينا في مختلف المجالات، مشيدا بما تتسم بها من توافق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق المستمر في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والازدهار في أوطاننا وخدمة الأمن والسلام والسلم الدوليين، كما أننا حريصون على استمرار التعاون الإيجابي بين بلدينا لتحقيق الاستقرار للأسواق العالمية للنفط وخدمة النمو الاقتصادي العالمي. أننا على قناعة تامة أن هناك فرصا كبيرة تسهم في تنويع وتوزيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين وإيجاد أرضية اقتصادية وتجارية واستثمارية قادرة على زيادة الاستغلال وتقوية الميزات النسبية لصالح البلدين ودفع عجلة التبادل التجاري بكل محاوله وفق رؤية 2030. إن المجتمع الدولي اليوم طالب بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاورة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فقد دعت المملكة إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وتبرعت بمبلغ 110 مليون دولار، كما عملت المملكة على تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم 41 دولة إسلامية وتأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض. إننا نؤكد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وأن تكون مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المرجعية للوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإن الأمن والاستقرار من الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، ما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها. وفي اليمن فإننا نؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وما يحفظ اليمن وحدته ويحقق أمنه واستقراره. أما ما يخص الأزمة السورية فإننا مطالبون بالعمل على إنهائها وفق القرارات جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن رقم 2254 وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وإننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته فيما يخص مشكلة مسلمي الروهينجيا وإيجاد حل يحمي من أعمال العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها ورفع المعاناة عنهم. فيما نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب. وفي الختام يطيب لي أن أوجه الدعوة لفخامتكم زيارة مركز السعودية لاستكمال مشاوراتنا حيال القضايا ذات اهتمام مشترك وتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في كافة المجالات، كما أكرر شكري لفخامتكم والحكومة الروسية على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأتمنى لبلدكم وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار. عقب ذلك جرى استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي.
معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء دكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء دكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الأستاذ ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي. ومن الجانب الروسي معالي وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومعالي مساعد فخامة الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، ومعالي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ومعالي نائب الرئيس الحكومة الروسية ديمتري روغوزين، ومعالي نائب رئيس الديوان الرئاسي الناطق الرسمي لفخامة الرئيس ديمتري بيسكوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومعالي وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ومعالي وزير الثقافة فلاديمير ميد ينسكي، ومعالي وزير الاتصالات والإعلام العام نيكولاي نيكوفوروف، ورئيس جمهورية إنغوشيا يوتسبيك يوفوكوروف، ورئيس جمهورية تاترستان رستم ميني خانوف، ورئيس الجمهورية الشيشانية رمضان قديروف، ومعالي مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية ديمتري شوغايف. شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو هذا اليوم مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية. خادم الحرمين الشريفين فخامة الرئيس، نستأذنكم ببدء مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية. أولاً، اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا. مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة بروسيا الاتحادية. خارطة الطريق السعودية الروسية. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية. برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة ووزارة الثقافة في روسيا. برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة الزراعة في روسيا. مذكرة برنامج تنفيذي للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. عقود لتوريد أنظمة عسكرية ومذكرة تفاهم لنقل وتوطين التقنية لتلك الأنظمة بين الشركة السعودية للصناعة العسكرية وشركة روك أبارن. مذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية روسية للاستثمار في مجال الطاقة ومذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية روسية للاستثمار في مجال التقنية.
مذكرة تفاهم خاصة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة وشركة ليدر للاستثمار في 3 مشاريع للطرق والقطارات الخفيفة في روسيا. وقد أقام فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مندوبة غداء تكريما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. حضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومندوبة الغداء صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز وأصحاب المعالي الوزراء.